تعالوا، في اسئله كتير على السوشيال ميديا. الكيكه ومن ضمن الاسئله حالا دلوقتي، عايزه الكيكه يا شيف مغازي. تعالوا نشوف مع بعض مع فرسان التلفزيون المصري والابداع مقادير الكيكه بالكاكاو. الكاكاو ماده خام بتجيبها طبعا، تشتريها تكون نوعيه لطيفه، في الرخيص وفي الغالي، جيب الحاجه المتوسطه الحلوه. ومعانا من البيت 5 بيضات او 6 بيضات صغيرين، معانا فانيليا، بيكنج باودر، سكر، حليب، زيت، دقيق. كيكه بالكاكاو، الطعم هنا كاكاو، ممكن نعملها بالبرتقال، ولكن الشيف المغازي هيجود في الموضوع عشان الاطفال لما ياكلوا منها، ونضيف لوز مطحون. يا مزاجك اللوز يا مغازي. المقادير على الشاشه، لوز مطحون يتصدر القائمه في المكونات، 5 بيضات، فانيليا، كاكاو، 4 معالق، مع نص كوب من السكر، ربع كوب من الزيت، انا بحب الزيت كتير في الكيكه، ممكن نحط سمنه، معانا من الحليب 1 كوب، ومن الدقيق طبعا 2 الا ربع. الربع راح فين يا مغازي؟ هنقوبه مع الكاكاو وشويه حليب ونوزعهم على اول ما بقول بيض يبقى فانيليا، وانت مغمضه كده عشان الريحه والزفاره بتاعت البيض. بقول بيض في مكونات الاكل يبقى فلفل اسود او بابريك او زعتر وهكذا من القبيل. نحط السكر يساعد على ذوبان البيض. شفت انا بشتغل ازاي؟ بنفس الطريقه، وجود السكر كده سريعا. يلا يلا. ولا مضرب ولا حاجه. تلمس الحاجه بايدك كده علشان تحس بطعمها. بعد السكر ننزل بالزيت، هنلاقي الزلال هنا والقوام اختلف معانا. دخلنا على قصه المايونيز. شايفين القوام؟ تقيل معايا شويه، لان الزيت طبعا انتوا عارفين ان هو كثيف وتقيل. حلو، ننزل بيه يا عم الشيف بالحليب. دي مواد سائله كلها مع بعضيها. ويتقلب. حلو، ننزل بشويه لوز. يا مزاجك اللوز. اللوز ينزل هنا نص الكميه. في قلب الخليط لوز مطحون، ممكن عين جمل، ممكن بندق، ممكن فول سوداني، ممكن. ونقلب دول كده ونخليهم على جنب. انت بتبني الهرم الغذائي هنا، مكسرات، بروتين، نشويات، كالسيوم، معادن، كل ده موجود معانا. حلو قوي. نخش على اكل. لازم نقلب البيكنج باودر كويس قبل ما نحطه على الدقيق. طب عندك بيكنج باودر في الدولاب؟ دورت لقيت شويه. ما تشتغليش في الكيكه خالص غير لما تعملي اللي انا هقول لك عليه ده. صلي على الحبيب الاول، قلبك يطيب. ايه اللي عامله يا شيف مغازي؟ البيكنج باودر ده جابه جوزي، جبته من السوبر ماركت وانا راجع من الشغل، وناسيه جايباه امتى. اعمل ايه علشان اشتغل بيه؟ بحط البيكنج باودر يا حاجه صافيه في كوبايه، واحط عليه شويه ميه، فاره بقى زي الفوار، استخدميه واتكل على الله. محلك سرك ومفرشي، ما تخسريش لا البيض ولا الدقيق ولا الحليب ولا الزبده بتاعه الكيكه غير لما تجيبي بيكنج باودر. تاريخ صلاحيته ساري. ايوه يا حاجه صفا. اهلا يا شيف احمد، ازاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. الله يخليك. انا عايزه بس تعمل لنا الباستا فلورا اذا سمحت. الباستا فلورا عينيا. تسلم عينك. نعمل لك الباستا فلورا يا ست الكل. حاضر. باستا فلورا نعملها بالفراوله، وانا بحب الفراوله. شايفين دي يدوب مع السوائل. واحدة واحدة. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ يلا سهل خالص. اقلب الخليط كده فله. عايزاها بالبرتقال هنا محطة بقى، اسمها محطة الإبداع بتاعة المغازي. لما بقول المطبخ رؤية فن إبداع، هنا الإبداع. عايزاها بالبرتقال، حطي بشرة برتقال وشوية عصير برتقال. عايزاها بالفانيليا، كتري فانيليا وما تحطيش حاجة تانية. عايزاها بالقرفة الناعمة، حطي قرفة ناعمة بتاعة أكل. لازم نقلب البيكنج باودر كويس قبل ما نحطه على الدقيق. طب عندك بيكنج باودر في الدولاب؟ دورت لقيت شويه. ما تشتغليش في الكيكه خالص غير لما تعملي اللي انا هقول لك عليه ده. صلي على الحبيب الاول، قلبك يطيب. ايه اللي عامله يا شيف مغازي؟ البيكنج باودر ده جابه جوزي، جبته من السوبر ماركت وانا راجع من الشغل، وناسيه جايباه امتى. اعمل ايه علشان اشتغل بيه؟ بحط البيكنج باودر يا حاجه صافيه في كوبايه، واحط عليه شويه ميه، فاره بقى زي الفوار، استخدميه واتكل على الله. محلك سرك ومفرشي، ما تخسريش لا البيض ولا الدقيق ولا الحليب ولا الزبده بتاعه الكيكه غير لما تجيبي بيكنج باودر. تاريخ صلاحيته ساري. ايوه يا حاجه صفا. اهلا يا شيف احمد، ازيك؟ الحمد لله رب العالمين.
الله يخليك، انا عايزه بس تعمل لنا الباستا فلورا اذا سمحت. الباستا فلورا عينيا. اه تسلم عينك. نعمل لك الباستا فلورا يا ست الكل. حاضر. باستا فلورا نعملها بالفراوله، وانا بحب الفراوله. اه شايفين دي يدوب مع السوائل. اه واحده واحده. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. اه يلا سهل خالص. اقلب الخليط كده فله. عذاب البرتقال هنا محطه بقى اسمها محطه الابداع بتاعه المغازي. لما بقول المطبخ رؤيه فن ابداع، هنا الابداع. عذاب البرتقال، حطي بشره برتقال وشويه عصير برتقال. اه عايزاها بالفانيليا، كتري فانيليا وما تحطيش حاجه تانية. عايزاها بالقرفه الناعمه، حطي قرفه ناعمه زي الفل يا عم الشيف. ناخد ايه بعد كده؟ الكاكاو. اه شويه من الخليط اللي كان معانا اهو. اه هنحط عليه شويه كاكاو. لسه ما خلصتش دلوقتي عشان اللي بيتابعني. اهو الكاكاو ده هينضرب بحليب الباقي منه، ونشرب بيه الكيكه لما تطلع من الفرن. اهو ونقلب دول مع بعض. اهو 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 شايف الخليط ده كده. اهو اللهم صل على النبي. اهو انا عايز اعمل شكل فيها كده، هنشوفه مع بعض دلوقتي. اهو نزود شويه حليب. اللهم صل على النبي. لازم يبقى قوامه زي قوام الكيكه عشان اوزعه بشكل حلو كده. اهو 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 شفتوا كيكه بالشوكولاته او كيكه بالكاكاو؟ خلاص تطلع بالشكل ده. حلو قوي يا عم الشيف. هنخلي بقى شويه دول كده على جنب، هنزودهم حليب وندخل ده الفرن. تطلع الكيكه من الفرن يا شيف مغازي، نشربها بخليط الايه؟ الشوكولاته وهي سخنه. درجة حرارة الفرن عندي 180، التايم بتاعنا يا عم الشيف من 30 ل 25 دقيقة حسب الحجم بتاع قالب الكيك اللي أنا بحطه في الفرن. اه. يلا. أودعك. حلو؟ يلا. حاضر، عينيا ليك. شايفين؟ عينيا. هنزل بقى بصوص الشوكولاتة بتاعي. دي كيكة بالكاكاو يا فاروق. شايف الكاكاو؟ شايف الكاكاو؟ شايف الكاكاو؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه؟ اه تشرب الصلصه دي وهي سخنه. اه اه الله. واحده واحده عليها كده علشان ايه؟ ما ينزلش ويغرق الدنيا. من وقت للتاني نشربها معلقه التانيه التالته لغايه لما تشرب كلها. اه لونها غامق شويه للناس اللي بتحب الشوكولاته. الشوكولاته بتعلي المود وبتعلي المزاج. اه بتقوي الذاكره. اه الطلبه اللي بيذاكروا. اه عينيا. ما هي لونها كده، خلي بالك لونها كده. حاضر عينيا.